بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الإنجليزية في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى بعض الكلمات المتضمنة ل CH تعطي صوت ش تعطي صوت ش مثل كلمات chicken 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 المقصود بها دجاجة بولي بولي أو مثل كلمات chess 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 المقصود بها لعبة دومينو الشطرنج لعبة الشطرنج لعبة الشطرنج نقول a game of chess a game of chess يعني لعبة الشطرنج أو نقول مثلا he plays chess he plays chess هو يلعب لعبة الشطرنج لعبة الشطرنج هو يلعب لعبة الشطرنج he plays chess He plays chess. He plays chess. He plays chess. He plays chess. He plays. He plays chess. هي تلعب شطرنج. She plays chess. She plays chess. معه she eat نضيف s في المضارع. هنا نتكلم عن the verb to. To play. To play. To play. حتى نضيف له s. مع الضمائر الأخرى ما تأخذش s. نقول I play. You play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. To play يعني أنك تلعب, jouer يعني أنك تلعب. To play أيضا يعني faire marcher يعني أنك تتخدم شي حاجة. مثلا play your radio, play your radio يعني أنك تشغل ميديا. Faire marcher يعني أنك تجعل شيء أن يشتغل, تجعل آلة ما أو أداة ما تشتغل. إذن نتكلم عن to play. أيضا كلمة play ممكن أن تأتي اسما ماشي بالضرورة أن تكون فعل. فهمتي؟ نتكلم عن a play. A play المقصود بها أنجو يعني لعبة. أو نتكلم عن amusement يعني نتكلم عن تسلية. إذن نتكلم عن a play. نتكلم مثلا عن play on words لعبة الكلمات jeu de mots play on words. إذا نتكلم عن كلمات chess chess لعبة شطرنج. ثم نتكلم عن ch ch كما في كلمة chain 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 المقصود بها la chain la chain يعني سلسلة chain يعني سلسلة تسمى la chain. إذا نسميها هنا chain سلسلة غذائية ممكن سلسلة غذائية ممكن نسميها food chain نسميها food chain سلسلة غذائية أو نقول food web food web أو نقول food web food web شبكة غذائية تشين يعني سلسلة ممكن أن تأخذ عدة معاني على عكس اللغة الفرنسية اللي فيها هاد تفريقات فهمتي مثلا في اللغة العربية نفس الكلمة تستعمل في هاد المجالات ككل فهمتي إذا نتكلم عن تشين ثم عندنا كلمة chocolate 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 إذا المقصود بها شوكولاتة شوكولاتة لو شوكولا لو شوكولا لو شوكولا لو شوكولا لو شوكولا ثم عندنا كلمة chair 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 المقصود به كرسي فرنسي شغل نسميه chairs la chaise la chaise la chaise la chaise la chaise إذا ممكن نتكلم عن la chaise ممكن نتكلم عن le fauteuil le fauteuil نتكلموا عن الفوتيل أريكة ممكن نتكلم عن le siège le siège نتكلم عن مقعد الذي يسمى أيضا siège للإشارة كلمة سياج ممكن أن تعني مقر الشركة ثم عندنا كلمات chips 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 المقصود بها chips chips يعني البطاطس المقلية البطاطس المقلية تسمى بالفرنسية chips تسمى فريت فريت chips مصطلح إنجليزي فهمتي تنقول بطاطا فريت إذن هذه فريت كلمة فرنسية
طبعا حتى كلمة تشيبس أصبحت متضمنة في اللغة الفرنسية. نتكلم عن لي تشيبس، لي تشيبس يعني نتكلم عن لي فخيت. حتى الفرنسيين أصبحوا يستعملون هذا المصطلح، فهمتي؟ ثم عندنا كلمة تشيز. 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 المقصود بها فروماج. فروماج يعني لو فروماج باللغة الفرنسية. فروماج كلمة فرنسية، ولكن باللغة العربية شنو نقولوا لها؟ الجبنة. الجبنة. إذن هنا نتكلم عن الجبنة، تشيز. ثم عندنا الكلمة التالية كما نلاحظ أنها تتضمن اثنان سي اتش، اثنان سي اتش. إذن ما هي الكلمة؟ تشيرش. 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 المقصود بها؟ الكنيسة. الكنيسة. بالفرنسية نسميها؟ ليغليز. ليغليز. إذا نسميها؟ ليغليز. 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 تشيرش. شنو كنيسة؟ ها؟ كنيسة هو المكان اللي تيمشوا له النصارى باش يقيموا فيه العبادة الخاصة بهم. مثلا عندنا نحن المسلمين المسجد. المسجد. المسجد بالفرنسي سميته لو موسكي. لا موسكي. وبالإنجليزية the mosque. نسميه the mosque. نسميه the mosque. The mosque. The mosque. The mosque. The mosque. إذا نتكلم عن كلمات church. 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 ثم عندنا كلمة cherry. 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 المقصود بها؟ كرز. كرز. إذا بالفرنسية نسميه سوغيز. لي سوغيز. نتكلم عن لي سوغيز يعني الكرز. إذا نتكلم عن تشيري. تشيري. ثم عندنا كلمة child. Child. إذا عرفت السي اتش تنطق ش. Child. سي اتش تنطق ش. إذا نتكلم عن child. 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 إذا نتكلم عن child المقصود به الطفل. إذا نتكلم عن l'enfant. L'enfant. يعني الطفل. إذن يسمى child. غير هي في الجمع ما تنزيدوش لا اس، أن الكلمة تتغير ككل. اش تنقولوا في الجمع؟ تنقولوا children. 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 إذا نتكلم عن les enfants. Les enfants نقول children. 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 Ah. I have many children. I have many children. أنا عندي عدة أطفال. I have many children. إذا باللغة الفرنسية نقول j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. أنا عندي عدة أطفال. J'ai beaucoup d'enfants. I have many children. I have many children. هذا فيما يخص بعض الكلمات المتضمنة ل CH. CH. التي تعطي الصوت ش. Chicken. Chicken. Chess. Chess. Chain. Chain. Chocolate. Chocolate. Chair. Chair. Chips. Chips. Cheese. Cheese. Church. Church. The mosque. The mosque. Cherry. Cherry. Child. Child. Children. Children. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.